التقرير. مستمعينا الكرام، خلونا ننتقل الآن إلى جامعة حمد بن خليفة، حيث ينظم مركز الترجمة والتدريب بمعهد الدراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة العديد من ورش العمل خلال العام الدراسي 2019-2020، تماشيا مع رسالته المرتكزة على تزويد المجتمع المحلي بدورات تعليمية عالية الجودة في مجالات الترجمة التحريرية والفورية واللغات الأجنبية. ووفقا للمعايير الدولية في العديد من المهن المختلفة مثل قطاع الأعمال والتمويل والطب والإعلام والترجمة السمعية والبصرية والترجمة الفورية وتنقيح الترجمة وأدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب، ويقدم مركز الترجمة والتدريب هذه الورش بغرض الوفاء بهدف معهد دراسات الترجمة المتمثل في تعزيز الجهود المبذولة لتنمية المجتمع وبناء القدرات في دولة قطر والمنطقة من خلال توفير فرص التعليم والتطوير المهني المستمرة في مجالات الترجمة التحريرية والفورية. سمع الكرام، في سياق هذا الموضوع طبعا دعونا نرحب في الاستديو بالسيد مازن الفرحان، منسق ورش العمل وأخصائي في تدقيق الترجمة. بداية مساء عليك بكل خير وحياك الله في إذاعة قطر وبالتحديد استديو مساء الدوحة. مساء النور ومساء الدوحة على المستمعين الكرام، حياك الله. طبعا بداية سيد مازن، يعني ودنا نتكلم عن أو تعطينا نبذة عن هذا المعهد، نتعرف عليه وأيضا أهم أهدافه ورسالته. طبعا في طبيعة الحال معهد دراسات الترجمة جاء نتيجة حتمية وطبيعية ل احتياجات دولة قطر والمنطقة عموما لتأهيل جيل جديد من المترجمين يواكب التطورات التي حدثت في العالم في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة. فتأسس المعهد في عام 2012 وهو جزء اليوم من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، وتلخص رسالته الرئيسية في إعداد المترجمين وتأهيلهم تأهيلا متقدما لمسيرة ناجحة في مهنة الترجمة، وله عدة أهداف لتحقيق هذا المسعى. الهدف الأول تقديم تعليم مثل ما تفضلت، تعليم متطور في مجال الترجمة التحريرية والشفوية، ويتولى القيام بذلك قسم دراسات الترجمة والترجمة الفورية الذي يقدم برنامجي ماجستير، أولهما ماجستير دراسات الترجمة والثاني ماجستير الآداب في الترجمة السمعية والبصرية، وكلا البرنامجين معتمدان من جامعة جنيف وهو اعتماد أكاديمي الأول من نوعه على مستوى المنطقة بل في العالم، في العالم في هذا المجال. الهدف الثاني هو تعزيز التنمية المجتمعية إذا صح التعبير عن طريق توفير فرص التطوير المهني للمترجمين التحريريين والفوريين، والمسؤول عن هذا الموضوع هو مركز الترجمة والتدريب. والهدف الرئيسي سد الفجوة القائمة بين التأهيل الأكاديمي والجانب العملي على أرض الواقع من خلال تقديم ورش العمل التي ذكرتها وتقديم خدمات ترجمة احترافية تحريرية وشفوية للمجتمع للوزارات المختلفة والقطاع الخاص، والعمل وفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. والهدف الثالث، وبما أن الترجمة ترتكز أصلا إلى إتقان اللغات، فيقدم مركز اللغات التابع للمعهد دورات تدريبية عالية المستوى في أكثر من 10 لغات مختلفة، فضلا عن برامج خاصة بتعليم أعزائنا الأطفال. ولعلي أذكر هنا أن دورات اللغة العربية خصوصا تحظى بإقبال جماهيري واسع لما لأهمية اللغة العربية في يومنا هذا وعالمنا هذا الذي يشهد تسارعا كبيرا، خاصة يعني بعد القانون الذي نص طبعا عندنا هو القانون حماية اللغة صحيح العربية. صحيح. بس اللغة العربية لغير الناطقين ولا ممكن
لكليهما لكليهما ولكن أكثر لغير الناطقين بها بسبب رغبتنا في نشر اللغة العربية صحيح. بشكل أكثر، وحتى أعزائنا الطلاب اليوم يتأثرون بالحديث باللغة الإنجليزية، وبالتالي صحيح. ارتأى المعهد أن هناك ضرورة لتأهيلهم بالطريقة الصحيحة والسليمة والبسيطة لإتقان اللغة العربية. جميل جدا. طيب بالنسبة لموضوعات الورش المقدمة من قبلكم، ما هي وكيف يتم اختيار هذه الموضوعات؟ بالنسبة لاختيار الورش، يمكن أن أقول لدينا ثلاثة مستويات لاختيار الورش. الأول، هناك أساسيات في عالم الترجمة، لابد من تكرار هذه الورش في كل موسم تدريبي، في كل عام أكاديمي يمر. منها الأساسيات، أساسيات تعلم الترجمة التحريرية، أساسيات تعلم الترجمة الشفوية، واليوم أيضا أضفنا إلى ذلك مراجعة الترجمة، كيف نقوم مراجعة الترجمة وضبط جودة هذه الترجمة تلائم المعايير الدولية أو تفيها حقها. والأمر الآخر الجديد، تعليم المترجمين تقنيات الترجمة ومساعدة الحاسوب. هناك بعض البرامج الحاسوبية التي تساعد المترجم في إتقان عمله ونظمه بشكل مناسب. المستوى الثاني، نقوم باختيار الورش من أجل تلبية احتياجات المجتمع والمترجمين وأصحاب المهن أو أصحاب العمل التي يعمل لديهم المترجمون، وبالتالي تختلف القائمة من عام إلى آخر بحسب حاجة هذه الجهات وهؤلاء المترجمين. المستوى الثالث، الطلب المتكرر. أحيانا لدينا طلب متكرر على ورش معينة. على سبيل المثال، لدينا اليوم الترجمة في قطاع الرياضة، سيما وأن الدولة تشهد يعني استعدادات على قدم وساق من أجل التحضير لفعاليات رياضية كبرى على رأسها كأس العالم لكرة القدم 2022. وبالتالي نساعد مترجمين العاملين في مجال الرياضة على إتقان أفضل الأساليب والاستراتيجيات للعمل والنجاح في ذلك، مثل ما هو الحال بطبيعة الأمر في ترجمة القوانين، ترجمة المال والأعمال وغيرها من أمور. في كل الأحوال، ارتكازنا في اختيار ورش العمل هو الاستماع لطلبات الجمهور والقيام بذلك من خلال إجراء بعض الدراسات الاستقصائية أو استمزاج رأي المشاركين خلال ورش العمل. نعم، جميل جدا. طيب من هم الفئات المستهدفة من هذه الورش؟ يعني هل تستهدفون أي شخص عادي موجود؟ هل في ناس يعني لكم نظرة مستقبلية أنكم يعني ودكم أن يكونون من أحد الفئات المستهدفة لكم؟ هذا السؤال مهم جدا، لأنه هناك يعني خطأ شائع بأن المستهدف هم المترجمون فقط، وهذا غير صحيح. لا شك أن المترجمين هم الفئة المستهدفة الأولى في ورش التدريب، لأننا نتحدث عن الترجمة. صحيح. هنا، ولكن هناك الكثير من العاملين في مختلف الإدارات، إدارات العلاقات العامة، المراسلات، السكرتارية في مختلف القطاعات، ممن يتعاملون بلغتين، وينبغي عليهم أن يقوموا بترجمة بعض المراسلات، وبالتالي هم لا يعرفون شيء عن الترجمة. صحيح. ونقدم هذه الورش من أجل إرشادهم في هذا الميدان. طيب، هل بإمكان مثلا الموظف العادي مثلنا احنا ممكن نلتحق باحد هذه الورش؟ ممكن تصلح؟ نعم يصلح ذلك. مثلا ترجمة الأخبار والآراء تستهدف ليس فقط مترجمين الصحفيين، وإنما كل من يعمل في شبكات التلفزة والأخبار وغيرها من مجالات أخبار. طيب أستاذ مازن الفرحان، منسق ورش العمل وأخصائي في تدقيق الترجمة، يمكن الآن يمكن ذكرت زي التعبير أن بإمكان يمكن الجميع يشارك في هذه الورش، كيف تتم المشاركة؟ المشاركة بكل بساطة، ننشر على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني للجامعة ولمعهد دراسات الترجمة كل ورش العمل وكل دورات اللغات وحتى برامج الماجستير. فكل شخص مهتم بورش العمل ما عليه سوى زيارة موقع في غاية السهولة، هو tii.qa في غاية السهولة tii.qa، سيجد كل المعلومات اللازمة حول الورش، مختلف الورش، ما عليه سوى اختيار الورشة، قراءة ملخص عنها ومعرفة كل التفاصيل المحيطة بها من تاريخ ومكان. طيب. إلى آخره. طيب، يمكن في سؤال يراودني عن موضوع الترجمة الفورية والترجمة التحريرية، يمكن هناك فرق في هذا الموضوع. في الأخير هي ترجمة، لكن الترجمة الفورية، هل مثلا تلاحظ أن في عدد كبير من الناس يميلون إلى شيء عن الآخر؟
المترجم الفوري لابد أن يكون مترجما تحريريا في الأصل كي ينجح في مهنة الترجمة الفورية، والعكس غير صحيح. لكن مهنة الترجمة الفورية من المهن الشاقة في العالم، ولكن بنفس الوقت من المهن الممتعة جدا، وتحتاج إلى تدريب طويل. ونحن نقدم في مركز الترجمة والتدريب دورات لتأهيل من يرغب بتحول مهنة الترجمة التحريرية إلى الترجمة يعني الفورية. يعني لازم نلتحق بالترجمة التحريرية أول، ومن ثم يجب أن يكون لديه أساسيات. أما أن يدخل بشكل مباشر وأن يصبح مترجما فوريا فهذا سيستغرق الكثير والكثير من الوقت، ولكن نحن لا نخوف أي شخص يرغب في أن يكون مترجما فوريا. لا، عليه أن يحاول وأن يبدأ، ومركز الترجمة والتدريب معهد دراسات الترجمة هو المكان الأنسب للبدء في مثل هذه المسيرة المهنية بإذن الله تعالى إن شاء الله. هل في كلمة أخيرة تحب تتفضل فيها؟ أود أن أشير في نهاية المطاف إلى أن ورش العمل في مركز الترجمة والتدريب تراعي دوام الموظفين، لأن نعلم أن كل المترجمين الراغبين في الالتحاق بالدورات تطوير مهاراتهم يعملون، وبالتالي كل الورش تنعقد في الفترة المسائية من الرابعة إلى السابعة مساء. والأمر الآخر أن الرسوم المترتبة على الالتحاق بالورش رسوم رمزية جدا، ومع ذلك نقدم أيضا خصوم وحصومات خاصة لعدد من الفئات، فما عليهم سوى أن يعني يضغطوا الزر بزيارة يتفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني ويتعرفوا على ذلك، ونحن سنكون سعداء جدا باستقبالهم والعمل على تدريبهم. يعني تجربة ممتعة، وأيضا تجربة لها فائدة كبيرة في الحياة وفي المستقبل أيضا لخدمة هذا الوطن. طبعا للتذكير tii.qa للجميع اللي وده طبعا زيارة هذا الموقع. ختاما السيد مازن الفرحان منسق ورش العمل وخصائي في تدقيق الترجمة، شكرا جزيلا لك على تواجدك في استديو مساء الدوحة. شكرا جزيلا، وأتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا لك.